تأذي حالك وتأذي حدا غيرك. نعم. يعني توني الاختبار يلي خضعتوا له نحن نقلناه بحكي جالس لتجربة اجتماعية مع الناس هلا نحن ضرق أنا وياك اخترنا أكتر محل منلاقي فيه أهل موجودين مع أولادهم قررنا نعمل لهم اختبار مع التكستينج هني وعم بيسوقوا هيدي السيارات يعني سيارة بلعبة فيديو هي بالماجيك بلانت بالسيتي سنتر هيدا الشي صار ببيروت يلي دايما بيحلو معنا كل قضايانا وكل أهدافنا بهيدي الحملات كانوا الكل عم يتحدونا من يمكن امات وبيات واولاد انه هيدي شغله هينه كثير وكثير هينه انه بلعب جيم والسيلولار حدي وانه يقدروا يردوا على المساج وبنفس الوقت يكونوا عم بيسوقوا بدون ما يفقدوا تركيزهم. عملنا هيدا الاختبار رح نشوف انا وياك قديش في ناس نجحت بالاختبار هل في ناس نجحت او لا وشو صار ديورينج هذا الاختبار اللي عملناه نتابعه نحن وياك المشاهدين. Moments I can see no way, I can see no way. You tell me of a place you like to go. You say it will reach out and seize the sorrow, and we always mean to act on what we say. هينا انه ابعث مسج انا عم بسوق خاصه بعجقة السير كل يوم بعملها كل النهار وكل الليل بعملها وهلا رح فرجيكم انه حدا عملها ما انه تحدي صعب وراح اثبت لكم هالشيء بتحطنا قدام تحدي ما انه صعب كل يوم ببعث مسج انا وعم بسوق كثير هينا انه نحن نقدر نبعث تكست مسج نحن وعم نسوق رح ابرهن هلا انه رح اقدر اعمل هالشيء هلا انا وماشي ما بتفرق معي سيارات شتي دنيا كله واتساب على التليفون فايبر ولا يعني كثير عادي كثير سهله كل العالم بتعملها كل اهلي بيعملوها رفقاتي بيعملوها وفي اعملها هلا اذا بدكم اختصاصي تكست مسج انا وعم بسوق يعني كثير بيجيني واتساب بيجيني بفتح فيسبوك انا وعم بسوق عرفت شو دائما جوزي بيقول لي ما تخاطري رح تعملي اكسيدان بس انا ما مشي بايدي بيعمل فايبريت بدي رد رح اتحداكم هلا واعمل تكست انا وعم بسوق All drivers to your cars, please. All drivers to your cars. صعب شوي في شوية شدي يلا 15 مينت تكون بالبيت هيدا ما بنقدر نتحدى فيه خسارة الحياة مش سهلة ابدا اول مرة قدرت اسيطر عليها ثاني مرة ما قدرت اسيطر عليها وهي لعبة كيف لو تكون سيارة مثلا حقيقية وعلى الواقع ما رح فينا اسيطر على الاكسيدون بس يجي بوجهنا دغري فجأة حاولت ابعت مسج انا وعم بسوق ما وصلت المسج واضحة لانه كمان ما قدرت وضحت الكتيبة وهلا انا بالاي سي يو تفضلوا زوروني انه رح تكون هينه لإلي انه ابعث مسجز ويكون فيكم فول كونسنتريشن
بس طلع العكس صحيح. رديت على رفيق المسج غلط، كتبته غلط، ما قدرت اكتبه مظبوط، واخر شيء عملت كراش. كنت بفكر حالي انه عن جد بوصل على البيت انا وعم بعمل تكستينج، بس طلع بالنتيجه انه بس تنتهي شوي عن الطريق اكيد رح يصير معك اكثر من حادث. كنت عم فكر انه هينه انه الواحد يسوق ويقدر يعمل تكست مسج بذات الوقت، بس شغله كثير صعبه ومنا لعبه ابدا. يعني هيدي الشغله كثير خطره على حياتنا وحياه غيرنا واولادنا، ممكن نعرضهم للخطر. بعد ما عملت تكستينج ودرايفنج قدامكم اكتشفت انه شيء كثير صعب، وي ويل اند اب كراشينج، رح نفوت بالخير. انا جربتها وحتى بعد الفويس مسج وكمان اتأذيت وقدرت وعملت اكسيدون قدر اعور حالي. عندي عائله وعندي اولاد بيكونوا ناطريني بالبيت، وحتى اتس دينجرس اذا كان معك اولاد بقلب السياره. درايف سيفلي، انتبهوا على الطريق، انتبهوا من غيركم، في عائلتكم، امكم، بيكم، اولادكم ناطرينكم بالبيت. درايف سيفلي. عملنا اليوم شيء كثير حلو، بتقول للكل دونت تكست اند درايف. كثير مهم انه ما نرد على التليفون، ما في شيء اورجنت، ما في شيء ما بينطر، عجقة السير الثاني او نوقف على اليمين ونحكي ونبعث التكست تبعنا. عن جد حياتنا اكثر من هي مسج على الواتساب او على حيلا وسيله اتصال. دونت تكست اند درايف، والله يحميكم على الطريق. حياتنا منا لعبه بين ايدينا، ما لازم ابدا ابدا نسوق نحن عم نعمل تكست مسج، او حتى ما لازم نرد على التليفون، لازم نوقف على جنب ونرد على التليفون اذا عنا شيء اضطراري. بليز ما بقى تعملوا تكستينج انتوا عم تسوقوا، احسن ما تفوتوا على المستشفيات. بطلب من الكل انه ما يعمل تكست هو عم بيسوق. انه اذا واحد بحب اذا في عنده شيء ضروري يصف على اليمين ويقدر يتواصل مع الشخص اللي عم يبعث له مسج، لانه عم بيعرض حياته وحياه غيره للخطر. مشان هيك اليوم عم نلاقي ثلاث اربع طلاب، بنت عمي من ثلاث اشهر ماتت على حادث كمان على حالات، عمرها 19 سنه، تلميذ جامعه. جود كامبين كثير حلوه، بس اهم شيء السلامه.